دكتور كيرفا صلاح الدين، طبيب مختص في أمراض النساء وجراحة الجراحة والتوليد. موضوع اليوم يخص الأورام الليفية، معروفة ليفيبروم يوتيران، أمراض الليفية الرحمية. الأورام الليفية الرحمية هي أورام أولاً حميدة غير خبيثة، موجودة بكثرة عند النساء، تقريباً 30 حتى 50% من النساء عندهم، البالغات يعني بعد سن البلوغ عندهم أورام ليفية. باش نسهل لكم الأمور، الأورام الليفية ليفيبروم موجودين في الرحم، والرحم فيه مناطق، كاين باطن الرحم وين يكون الجنين، ممكن يكون فيه ورم ليفي أنفيبروم يكون أندوكافيتال، وكاين ممكن يكون في جدار الرحم، وممكن يكون في ظهر الرحم، والحجم تاعهم والمضرة تاعهم تكون على حسب الوضعية تاعهم. في كثير من الحالات الورم اللي في المريضات تجي على حاجة أخرى ونوجدوا في ليكوغرافي، نوجدوا الرحم اللي فيه، ممكن ما يكون عنده حتى أعراض إذا كان بعيد على باطن الرحم. إذا كان ورم منين يقرب من الباطن تاع الرحم، منين يدير نزيف، منين يكون عنده تأثير نزيف، وممكن حتى يكون عنده تأثير على القدرة على الحمل إذا كان هو راهو داخل في المنطقة اللي ممكن يكون فيها الجنين، يعني عنده دور تاع مانع للحمل، ممكن يكون عنده إمساك إذا كان كبير ويضغط على المصران، يعني المصران تاع البراز. يعني السبب الرئيسي ما لحد الآن ما نعرفوش علاش نساء، بعض النساء يديروا أورام ونساء واحد أخرين ما يديروش، بصح نقدروا نحدوا أنه كاين أسباب ممكن تكون وراثية، يعني إذا كان في العائلة ليفيبروم ممكن البنت تخرج لإمها ولا لعمتها ولا لخالتها. كاين ديزيتني، يعني الأورام الليفية نلقاهم كثير في إفريقيا، يعني في المرأة يكون عندها داكنة اللون، يعني تكون من أفرو أزياتي أفرو أمريكان ولا أفريكان، ممكن يكون عندها أكثر نسبة على الأورام. عموما السبب الرئيسي ما عندناش، هي المرأة اللي ما تجيبش الأولاد تاني، النقص في الولاد، ولا المرأة اللي ما عندها مشكل في الولاد، انا نقولوا لا فام اللي ما تجيبش كينا با دونفون ديفلوب دي فيبروم، يعني هذوما من السبب الرئيسي علاش ما نعرفوش. سبل العلاج، كاين العلاج الطبي بالأدوية، داكور، بصح الأدوية ما تنحيش الفيبروم، ممكن تحبس التطور تاعو، وممكن نمدوها قبل الجراحة. من العلاج الأساسي هو الجراحة، والجراحة على حسب الوضعية تاع الفيبروم. الجراحة ممكن تكون بالمنظار إذا كان الفيبروم داخل الباطن تاع الرحم والحجم تاعو مقبول، ممكن نحوه بالمنظار بار ليستيروسكوبي، وممكن يتنحى، ممكن الجراحة تكون ثاني بالمنظار الخارجي بلا سيريوسكوبي حاليا، ممكن إذا كان تكون فيه شروط معينة اللي تسمح بهذا الشيء، وممكن يكون عن طريق كاريمون نفتحوا البطن يعني ونحوا لو ولا لي فيبروم، بس كاين بعض الحالات كاين أورام كثيرة، يعني ما كانش واحد ولا زوج، ممكن نلقاو أورام كثيرة يتنحوا بالجراحة.